طلعت هون؟ هلأ خلصت اللعبة. أخذ الطابة، عطوا الطابة لرونالدو. يلا تسلل يا معلم. ألو رونالدو، وهلا التو عم بيواجه الحارس رونالدو. يلا شوط وجول. جول حكم الزاوية رافع الراية تسلل. شو مو شايف كارلوس؟ شو عم تقول؟ لك كيف هيك يا أخي؟ والله حرام يعتبره تسلل ويلغي هذا الجول. شو هالعيون اللي عندك؟ بس الحق مو عليك، الحق يلي عملك الهداف. يلعن اختها الحظ. طب عيده من الاول. عاكيف كرمال الله، تعال شوف هالشوفه وشوف هاي الحركه، هاي تسلل شي؟ مشان الله تعال شوفها، بزمتك شوف شوف. معلش يا شباب، انا اليوم مزاجي سيء. سيبو كأنه اندمجنا باللعبة. يلا خلينا نروح. خلينا نروح. ايه عاكف، تعال معنا على الشعبة. مو خارج بصراحة، حابب ارتاح شوي، وإذا الله بيحبني بيخليني نام وما في. لك أخي شو هالحكي هاد؟ شبك يا زلمة، شو صار لك؟ ليش عم تحكي هيك؟ طيب لا تجي كارلوس. يلا طيب، دير بالك على حالك. الله معكم. بحياتي ما شفت عاكف بهالحالة. الحب بيعمل أكتر من هيك يا سيبو. لا لك، أنت من إمتى بتفهم بقصص الحب ولا؟ من سنين عم استنى هاللحظة. الضيعة ما بتتحمل مختارين. إذا قالت الإيد ضروب، القلب ما بده يضرب. بيكون الأمر شيء والتنفيذ شيء تاني، اتنيناتهم بيكونوا ضد بعضهم.
إذا الرب ما كتب ما حدا بيقدر يموته، إذا ما كتب الرصاص بتفقد قيمتها. إليف، منين طلعت هي هلا؟ إليف، إن شاء الله ما أكون زعجتك. شو هالحكي؟ فوتي. في حكي لازم أقلك يا. خير. البنت يلي اسمها فايزة. طيب فوتي. لا ما في داعي، اسمعني. يا الله شو جاية بدها تحكي عني؟ يلا عم بسمعك. غريبة. شو القصة؟ عاكف، اجيت لأحكي لك وحذرك من فايزة. شو اللي صاير؟ هلا يمكن تفكر اني غيرانة او متضايقة، بس هاي البنت وضعها مو تمام، انا حبيت خبرك. ما عم تبالغي شوي؟ ماشي انا كمان ما عجبتني، بس يعني مو هيك القصة. ممكن هذا الشيء يبين لك اني غيرانة، بس لا مو هيك. لكن شو؟ انسى، يمكن ما كان لازم. خلص إشي. طيب طيب احكي لي شو القصة. هالبنت مريضة، وضعها النفسي مو تمام. لو في هيك شيء ما كانت تقدر تشتغل بالمهام الخاصة. على أساس يلي بيشتغلوا معنا ناس طبيعيين؟ ماشي ماشي، شبه فايزة، احكي لشوف. وحدة مريضة، ممكن تكون حاطتك براسها. ليش أنا شو عامل لبا؟ ما بعرف. شو كان اسم دار الأيتام تبعك؟ دار الدراويش للأيتام. كيف يعني؟ شو كانوا عم يربوا درويش؟ هيك نيتهم، بس أغلبهم صاروا زعران مثل حكايتي. خد شوف هاد، بركي في شيء له علاقة معك. وعم دور بأسماء يلي كانوا موظفين بالميتم. لك العمى بقلبها، دحشت حالها بهالموضوع، تركت شغلها وتفضت لتحطني براسها. لازم خبر إلكر بهالشي. أنت بتخطط لمسرحيتك، والملك عنده مسرحية، مسرحية بقلب مسرحية، والحكمة ضمن هالأحداث.